واحد النقطة اللي هي كيعتبروها أساسية في الملف المطلبي اللي هو الطاكسي الكبير، واش ما كتشوفوش على أنه مثلا من الأحسن لو أن الطاكسي الكبير تخدم في وسط المدينة وبالمقابل يعطيو الطاكسي الصغير أنها تمشي مثلا مولا يعقوب، تمشي لولاد الطيب إلى آخره؟ خويا العزيز، بالنسبه لي انا شخصيا هذه النقطه هذه انا غادي نهضر فيها شخصيا، ويعني حوار كيدور بيناتنا كمهنيين اللي كنكونوا جالسين كنتقهوه ولا هذه ولا كنهضروا في هذه المساله. انا والله العظيم اخويا بالنسبه لي انا الطاكسي البيضاء نبغيها تدخل حتى هي المجال الحضاري تخدم. علاش هز؟ علاش؟ اولا الطاكسي الكبيره ملي كتخدم هنايا كنلاحظوا حنا كنشوفوا بعين، ولو ان الفوضى كيف ما كيقولوا ما كتخدم ماشي قانونيه. اولا كاين السلطات اللي معنيه بالامر، هذا السائق ديال الطاكسي كبيره ملي كيوقف راه معرض للعقوبه، ولكن من ناحيه اخرى الطاكسي الكبيره على ما كنلاحظ انا كتنافس الطوبيس ما كتنافسش في طاكسي، حيت شاده الخطوط اللي هي طويله. عندنا مثلا كاين ناس فئه كبيره كتسكن في مدينه باب الفتوح وكتخدم في حي الصناعي بن سوده، ما يمكن لهاش اخويا تطلع مثلا من تماك تمشي بواحد 30 درهم تشد كورصه ديال الطاكسي وتولي ترجع ب 30 درهم في طاكسي، لا عولات على الطوبيس راه ما تخدمش. يعني الكرون طاكسي راه داير خير في هاد الناس هذا. فعلا تمنينا مثلا كما بالنسبه مثلا ولا الطيب المطار ولا هذاك مجال حضاري خصنا تبقى غير البوليس خصهم يدخلوا له، يعني المسافه اللي هي قريبه تمنينا هذا مطلب، يعني كنتمناوه كاملين نمشيو لعين الله، نمشيو سحنا المولى يعقوب، نمشيو كذا، بخصوص ان في الصيف كاينين باحات استراحه وكاينين مسابح اللي هما خارجين على المجال الحضاري، يعني في امكان الطاكسي الصغيره حتى هي تدي هكايا هذا، يعني خص يكون تعديل. ولكن انا كوجهه نظر كراي ديالي الشخصي يعني الطاكسي الكبيره يعني الصراحه كتعاون، كاينه كاع في المدن المغربيه وفاس نقصها الخصاص فيها الخصاص، حاليا ما كملاش 3000 طاكسي صغيره اللي هي خدامه في المجال الحضاري، اغلبيه ديالها نقدر نجزم لك بان اكثر من 50% كتخدم فهي مثلا غير الكولاج، عندها واحد النقط معينه كتربط مثلا ما بين باب السعوين الحجاج ولا بين باب فلورونس كتقيل النهار كامل، هذا هو الخط ديالها ما كتغيروش. والطاكسي الاخرى كيف ما قلت لك كتبقى واحد 50% اللي هي ديسبونيبل في المدينه كامله، او كي كنقولوا محطوطه في صم المدفع، وهي اللي كيجي الكليان بعض المرات فيها كيكون قلبو عامر على الطاكسي كينفجر عليها وهذه وهذا، راه ما كافياش. والطاكسي الكبيره كيف ما قلت لك يمكن كتعاون، وانا بالنسبه لي كنشوفها ما كتنافسنيش انا كسائق طاكسي صغيره، انا كنشوفها كتنافس الطوبيس وكتخفف الضغط على المواطنين وكتنقص عليهم بزاف الحوايج واقتصاديه لهم وهكا.